في هذا المكان تتواجد العيادة الطبية لطبيب الفقراء الذي وهب كل وقته وحياته خدمة للمساكين والمحتاجين إلى غاية آخر يوم من حياته، نفذ من خلالها وصية والده في مساعدة هاته الطبقة الهشة. إنه الطبيب بشرع بمدينة غليزان، والذي توفي قبل أيام فقط إثر تعرضه لإصابة بفيروس كورونا، وهي الوفاة التي ألبست المدينة حلة سوداء حزنا على طبيب الفقراء. حقيقة كما كان يقول الناس، جدي الله يرحمه، جدي الله يرحمه، كان هو أول واحد اللي يدشن العيادة بحكم أن الوالد. رغم الجائحة وخطورة فيروس كورونا، لم يتخلى الطبيب بشرع عن المرضى وظل يعالجهم عن قرب إلى أن أصيب بهذا الفيروس اللعين. في ذلك الوقت اللي يفتح العيادة أعطاه توصيات، قال له يا ولدي إذا بغيت تنجح إن شاء الله ودعوة الخير كما كنت ناوي في صغرك تولد مين باش تعاوني في الفقراء والمساكين، كمل في هذيك الطريق، يعني واصل المشوار تاع الخير تاعك وتهلا في المساكين والفقراء. هذه كانت وصية جدي الله يرحمه للأب تاعي، وكما كان دار الوصية تاعه حل في سنة 1985، كان يخدم بأسعار منخفضة بزاف، بدا الله أعلم ب50 دينار، وقعد يخدم 50 دينار حتى لسنة 2008 الله أعلم. مورا 2012 قاعد يخدم بهذاك السعر حتى سنة 2012. سنة 2012 وقعت بعض المشاكل اللي كان لازم يرفع السعر، من ضمن المشاكل يعني داروا لا كونفونسيون، طلعت السعر تاع لا فيزيت، ملي طلعت السعر تاع لا فيزيت كان لابد انه يزيد باسكو ما تكونش حاجه قانونيه، اضطر باش يزيد بصح ما زادش بزاف. سنه 2012 زاد 5000 اخرى ولا يخدم ب 10000. المهم بين قوسين هي 5000 ولا 10000، كاين ناس اللي ما يخلصش عليهم، وهاد الناس مساكين بزاف اللي اتصلوا بيا كشغل كان عندهم يجي يفوتوا باطل ميم با 5000 ما كانش يديها عليهم، وفي بعض الاحيان كان يزيد يعاونهم بالادويه. حتى سنة 2015-2016 زاد تاني باش يكون على المستوى القانوني تاع التسعيرة اللي
الاثنين صباح شويه اون غريب هذا ما كان خفيفه. هذاك الاثنين بون هذيك السيمانه كملت بون هذيك السيمانه كان عيان فيها بزاف قلنا احنا ريح ما تخدمش هذيك السيمانه حتى الجمعه والوهران ثاني الجمعه ثاني كان عاده عندها طبيعه الجمعه يروح الوهران يطلع للمقبره العائليه يزور الوالدين تاعهم بعد هو يروح عند عمي ومن بعد الحشية عاود يجي لغيليزا. السبت صباح شويه عيان بزاف لحد ظهرت الحاله تاعه مباشره لحد كاع النهار كان مضروب بزاف شحال كنت سكتي فيه كنت نقول لها بابا راك مليح نقول لها راني مليح الحمد لله نقول لها ماكش مضروب نقول لها الا بغيت تروح نقول لها راني الحمد لله يقول لي شفت الحاله تاعي زادت انا نروح للسبيطار ولا لحد الصباح الثنين الصباح كاع ماشي مليح في ايطا كاع تخي غاب هيا كنا مضطرين باش ندخلوا المستشفى الاثنين دخل المستشفى الجمعه مسكين توفى. قصة هذا الطبيب مليئة بالحزن والتفاؤل وهي بمثابة درس لباقي الأطباء وعبرة لمساعدة المرضى والمحتاجين عوض المتاجرة بآلامهم. ماذا بينا تكون عبرة للأطباء الباقيين؟ ماذا بينا تكون عبرة باش هذ الأطباء هذو رجال الصحة ما يتاجروش بصحة الناس الناس تاجر هذا الاخ هذا بدا كيما نقول لكم ب 5000 وقعوا له مشاكل كبار جاو هدوه قالوا له راك طيع لينا الفقر ما تيعني ما تخوش كيفنا الناس تخوش 80000 100000 قال لها غير انت راك تخوص قال لهم الحمد لله راني ب 5000 راني كالي شارب وراني عايش الحمد لله قال لهم كيف انتم ب 80000 ما لكمش لا حليب قال لهم هذه البراكه الانسان كيقنع ربي يوضع له البركه كان متهلك معي هذيك راني نقول مدى بهم هذا الاطباء بالخصوص ناس الصحه هذه ماشي تجاره تاع تجاره مهما كان هذه صحه كانوا انا تفاجات كي جيت هنا في الزناجه ولاو يحكوا لي الناس الشيء اللي ما كنتش نعلم به ولاو يحكوا لي قالوا لي بلي كان 5000 كيقول لها ما عنديش يقول لها روح الله يسهل كل اللي ما عندهاش حتى باش يشري الدواء كان يدير لهم كود في الدروس يقول لهم روحوا عند الفارماسي الفلاني يعطيكم الدواء باطل هذا الشيء تفاجئنا به خير في الجنازه ما كناش سامعين به كان الناس اللي يجيبوا الاولاد تاعهم قالوا كان يجيبوهم في سربيته ملوين بلاص ما لابسين والو يعطيهم باش يكسوهم يعني كان في كل ربي كان وضع له البركة الحمد لله كان عايش لاباس كان لاهي بالعائلة تاعه كان لاهي بالحوة تاعه هنا غيليزا كامل يشهد الله بالخير على هذيك نعاودها لازم الأطباء هادو رجال الصحة هادو يدوا العبرة ماهوش المرض اللي ينفع هاولا راح شرف